الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ زمن التهيئة بأحد الفريسي والعشار. وزير النقل: الأردن مستعد لوضع كافة إمكانيات النقل خدمة للبنانيين. مرسوم فلسطيني بتخصيص 7 مقاعد للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي المقبل. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في جرش ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً شبيبة الكنيسة بين الحضور والغياب، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية ببدء زمن التهيئة المبارك، حيث ترأس قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وبحضور أبناء الرعية، كما حضر قدس الأب الأيكونوموس إبراهيم دبور في الصلاة المرفوعة من الجميع من أجل صحته وعائلته. وفي عظته هنأ قدس الأرشمندريت حداد أبناء الرعية الأرثوذكسية ببدء هذه المواسم المباركة، داعياً بأن تكون هذه الفترة فترة تهيئة لذواتنا خلال الصوم، حتى يتسنى لنا أن نكتشف أنفسنا ونأخذ قيمتنا فقط من الله. ناقلاً للجميع تحيات المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس. الكنيسة اليوم بتوضع أمامنا مثل من خلال الكتاب المقدس وكلنا سمعناه، اللي هو مثل الفريسي والعشار. الكنيسة وضعته لحتى نحن نشخص بكياننا بكليتنا نحو هالشخصين، لحتى نشاهد صورة إنساننا، صورة إنساننا الداخلي لوين بيتوجه. هالإنسان اللي كان على مر العصور وبكل الشعوب هو نفس الإرادة، ولكن هيدي الإرادة متى بتتغير، متى بدها تأخذ منحناها الجيد، هيدا بيعتمد على إرادتنا الشخصية. الإنجيل لوقا بيقدم صورتين مختلفتين لشخصين، صورة إنسان بيصلي بصمت، بيقرع صدره بالتوبة، هيدا الإنسان هو محتقر بعيون الناس، ولكن كان له قيمة كبيرة بأعين الله. وإنسان آخر كان له كل المجد بأعين الإنسان، ولكن بنفس الوقت كان غريب عن أعين الله، غريب عن الله. هالكنيسة وضعت أحد الفريسي والعشار هيدا المثل ببداية الفترة، ببداية التريودي، لهدف معين، لحتى تكشف لنا إنه طريق التوبة، طريق المسامحة، طريق انسحاق الفكر هم عبورنا فقط للملكوت. بدون التواضع، بدون انسحاق الفكر، الإنسان صعب عليه يشارك ربنا في مجده. الإنسان اليوم نحن نستصعب كتير إنه ندرك غايتنا وقيمتنا في أعين ربنا. لهيك دائما كثيرين منا بنبحث عن قيمتنا بأعين الناس، مثل هيدا الفريسي اللي كان شايف حاله وكان بيمدح حاله، مثل ما كثيرين منا بيطلبوا المدح، يمكن منه علانية ولكن داخلنا بيكون هيدا الطلب موجود عند كل واحد منا بصورة أو بأخرى. بنفتخر بأعمالنا، بنختفر وبنفتخر كتير بشو صنعت أيدينا، وبنتناسى إنه كل عطية
هي منحدرة من لدن العلي. كل شيء نحن بنقدمه سبق وربنا قدم لنا إياه بركة منه. كل شيء نحن بنعطيه للآخر بنقدمه للآخر هو منه مهتة على ربنا، ولكن هو تقديم شكر لربنا على هيدي العطايا اللي أعطانا إياها. هيدا الشيء تسمعوه في القداس الإلهي وقت الكاهن بيحكي: التي لك مما لك نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. كل الخيرات اللي نحن بننعم فيها هي من ربنا، هي منا من شخصيتنا، منا من إنسانيتنا، منا من أرضنا، هي معطية من ربنا للإنسان لحتى يقدمها لإله ويقدم شكر، لأنه الإنسان المسيحي هو إنسان شكور بيقدم الشكر دائماً لربنا. لهيك كمان بتسمعوا إنه الجوقة لما ترتل: إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. الإنسان إذا ما كان شكور بيخسر قيمته، لأنه القيمة الحقيقية هي لما الإنسان يستمدها من ربنا ويعطيها لربنا من حيث الشكر، بالشكر الإلهي الإنسان بياخذ قيمته من الإله. أكد وزير النقل المهندس مروان الخيطان خلال استقباله القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة المستشار جورج فاضل في عمان أن الأردن يسعى إلى تسهيل حركة نقل البضائع بالشاحنات بين الأردن ولبنان، انسجاماً مع الأحوال الوبائية التي تعاني منها المملكة ودول الجوار. وركز الخيطان خلال اللقاء على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن الوزارة مستعدة لوضع كافة خبراتها في مجال النقل في خدمة الأشقاء في لبنان. من جانبه ثمن المستشار فاضل دور المملكة الأردنية الهاشمية في الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية على مختلف الأصعدة، وخصوصاً في مجال النقل البري لما له من أثر إيجابي على البلدين. بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، أقامت مديرية أوقاف عمان الثانية ندوة عبر تطبيق زوم، حيث شرح مدير المديرية الدكتور أحمد الزعبي كيف قدم جلالة الملك عبد الله الثاني مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان لأول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستجابة السريعة بتبنيها من قبل الجمعية، ليصبح أول أسبوع من شهر شباط من كل عام أسبوع الوئام بين الأديان. ودعت المبادرة علماء المسلمين والمسيحيين للحوار بناء على وصيتين أساسيتين مشتركتين، وهما حب الله وحب الجار من دون المساس بأي من المعتقدات الدينية الخاصة بهم. وأوضح في الندوة كاهن رعية مار يوسف في صافوت الأب جورج رايحة أخلاقيات العيش المشترك وسبل تعزيز حوار الأديان والانفتاح على ثقافة الآخر والتعبير عن محبة الجار القريب لأجل إرساء أسس السلام وصيانة كرامة الإنسان. كما تحدث الدكتور جميل الخطاطبة عن القيم المشتركة التي سلط جلالة الملك الضوء عليها من خلال مبادرة أسبوع الوئام بين الأديان. أشاد سعادة السفير القبرصي في الأردن السيد ميخاليس إيوانو بجهود وأعمال مطرنية الروم الأرثوذكس الرعائية على مستوى المملكة، جاء ذلك خلال زيارته وزوجته السيدة كاترينا لدار المطرانية في عمان، حيث كان في استقباله سيادة المطران خريستوفورس عطلة الذي قدم ملخصاً عاماً لدور المطرانية الرعائي وحضور الكنيسة في المجتمع الأردني، معرباً عن سعادته باهتمام سفير جمهورية قبرص بالشأن الأرثوذكسي العام. حضر اللقاء الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش والإرشمندريت فينيديكتوس كيال والإرشمندريت خريستوفورس حداد. أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن الجهات الرقابية ستستمر بتطبيق سبل الوقاية والالتزام بأوامر الدفاع، وأن عدم الالتزام من قبل الأفراد والمنشآت قد يضطرنا للعودة إلى الإجراءات المشددة، وذلك وفق الظروف الوبائية وتوصيات لجنة الأوبئة. وعلى صعيد متصل أكد وزير الداخلية سمير بيضين على الاستمرار في ضبط الأشخاص المخالفين لأوامر الدفاع وتغريم المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها، كما شدد الوزير على منع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية كبيوت العزاء أو الأفراح بأعداد تزيد عن 20 شخصاً،
والتأكد من مدى استخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الاجتماعي في هذه التجمعات واتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. تعتبر كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في جرش من الكنائس العريقة في المحافظة، والتي يعود بناؤها إلى القرن الماضي، حيث بني مذبح الكنيسة فوق أسوار البلدة الأثرية التاريخية. نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. تستمر عدسة نورسات في التجوال بين محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لتطلعكم وتبرز لكم تاريخ الرعاية والكنائس المقدسة. فنتوقف اليوم في محافظة جرش، والتي تقع شمال غرب المملكة، حيث تتكون المحافظة من العديد من الأماكن الأثرية، خاصة في مدينة جرش الأثرية التي كانت واحدة من مدن دياكوبوليس، وهو اتحاد 10 مدن رومانية يعود للقرن الأول قبل الميلاد. تقع جرش في واد تجري فيه المياه يسمى نهر الذهب، وكانت آثارها وما تزال محجة الزائرين ومحط أنظار الراحلين والسياح والعلماء وطلاب المعرفة من جميع أنحاء العالم. بالقرب من الحضارة الرومانية العظيمة وعلى حدود أسوارها القديمة الأثرية تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. هذا الدير الأرثوذكسي الذي شيد على عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة ودعم كامل من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس ديوذوروس الأول عام 1993. عام 1990 تبرع بقطعة الأرض للبناء أحد أبناء الكنيسة السيد عيسى حداد، وبدأت أعمال البناء فيها عام 1991، حيث بنيت على شكل صليب لتكون أول دير أرثوذكسي في المحافظة. يبلغ طول الكنيسة ما يقارب 25 متراً بارتفاع 7 أمتار وعرض 10 أمتار. كنيسة صغيرة لكنها مميزة بأيقوناتها المرسومة على الجدران بمراحل عذبات القديس جوارجيوس شفيع الكنيسة. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس المزين بأيقونات للسيد المسيح ولوالدة الإله وللتلاميذ. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كان القديس جوارجيوس من القادة البارزين في الجيوش الرومانية، لهذا السبب سميت الكنيسة على اسمه إكراماً وتذكاراً له، حيث يرجح أنه مر من مناطق دياكوبولوس أي جرش. حدثنا كاهن الرعية قدس الأيكونوموس جيريس إسميرات عن تاريخ الكنيسة البهي ولحمتها مع أبناء المنطقة وعن الاحتفالات والصلوات التي تقام بها فقط. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. يسعد مساء مرسات الفضائية على هاي الجهود الطيبة اللي هي بتعملها دائما لبيان وضعية الكنائس ووضعية تاريخ الكنائس ونشر تاريخ الكنائس
في كل مكان، إن كان في الأردن أو خارج الأردن من خلال الفضائية. استلمت أنا كنيسة جرش بالطبع بعد حفاوة أباء استلموها سابقا، لكن أنا كانت خدمتي في مدينة جرش منذ شهر 8 لعام 2016. كانت النظرة الأولى لبداية العمل هو كيفية التعامل وجذب الرعية إلى الكنيسة، وكان هذا شيء من خلال عمل اجتماعات روحية مستمرة لهم. وقمت بتأسيس شبيبة لأول مرة، شبيبة في مدينة جرش وأيضا مدارس أحد، ومن ثم انطلقنا إلى موضوع تشكيل لجنة سيدات في الكنيسة للخدمة، وأيضا لجنة إلى الكنيسة. كنيسة جرش خدمها أباء كثيرون، منهم الأب بطرس الربضي، موسى بطارسي، أيضا كان في رئيس يوناني في بداية السبعينات لنهاية الثمانين، كان في الأرشمندريت في هذاك الوقت حنا عطلة اللي هو الآن أصبح سيدنا بطران كريستوفوروس، كمان أيضا خدم هناك حاليا الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش في نفس الكنيسة. الكنيسة جرش الأولى الأثرية اللي هي كانت في عام 1910، لكن تم بناء حديث فوق الكنيسة القديمة لأنها كانت تنزل على درج شبه مغارة، يعني كانت تحت الأرض في بداية السبعينات للثمانين. هاي الكنيسة الحديثة من أجل تغطية وتقديم الخدمات الروحية والليتروجية إلى أبناء الرعية في مدينة جرش. جرش تعد من المدن العشرة، وهي المدن الأثرية القديمة واللي تفاوتت عليها العصور التاريخية كثيرا. كان هذا العبور الزمنية التاريخية كان لها الأثر الكبير في إبقاء الطابع التاريخي والأثري في مدينة جرش. الكنيسة الحديثة اللي بنيت على قطعة أرض قدمت من رحمة عيسى الحداد بالطبع، اللي هو يعقوب عيسى حداد قدم هذه الأرض، وهو مجاور أيضا سكنه إلى الكنيسة. كانت هذا الهدف منه زي ما حكينا اللي هو تنشئة وإبقاء الطابع الديني المسيحي. جرش كانت تعد أكثر من 500 عائلة مسيحية، لكن نتيجة الهجرة خارج الأردن وأيضا إلى خارج جرش إلى عمان بحثا عن الأعمال أصبحت عدد الرعية قليلة في جرش، ولكن نشكر ربنا أنه في خلال تواجدي أعدنا نشاط الرعية الأرثوذكسية في مدينة جرش، وأصبح في لها نشاط قوي جدا في خلال المجتمع المحلي، وأيضا الدعوات اللي بتتم والمناسبات اللي بتتم في المحافظة جرش أصبح في دعوات للمسيحيين بشكل رسمي. وكان هذا الشيء العمل من خلال العمل اللي قمت فيه في أول استلام إلى هناك، اللي هو من دعوة جميع الحكام الإداريين من عطوفة المحافظ لمدير الشرطة لكذا على إفطار سنوي رمضاني لبيان العيش الإسلامي المسيحي الموجود في الأردن، وهذا الطابع اللي بعطينا إحنا حافز إنه نحن جميعنا نسير تحت الراية الهاشمية. كنيسة القديس جورجيوس زي ما حكيت لك هي المسمى إلها، وهذا يعود إلى القديس جورجيوس اللي ولد في عام 280 ميلادي، وهو قائد روماني، لكن هو الأصل والدته من مدينة اللد، والآن موجود قبره الحقيقي في مدينة اللد، وحيث استشهد في عام 302 ما بعد الميلاد. اللي إحنا عم ننظر إله دائما هو العمل من أجل إبراز الكنيسة الأرثوذكسية، ومن أجل التطور الروحي، ومن أجل أن يكون في هناك نهضة روحية، لكن هذه النهضة لا تأتي بيد واحدة، إنما يجب أن تكون هناك جميع الأيدي متكاتفة وتعمل من أجل مصلحة واحدة وليس من أجل مصلحة فردية.
قدم إلي تبرع من بلدية جرش من خلال الدكتور علي قوقزي بثلاث مكيفات للكنيسة، وهذا بالطبع يعني بيبين لك مدى التواصل الكنيسي مع المجتمع المحلي. أيضا في هناك تواصل من أجل استمرارية الترميم في الكنيسة وعمل جرسية جديدة من خلال أيضا تبرع راح يكون إن شاء الله قريبا جدا في من ميزانية اللامركزية اللي راح لمحافظة جرش. هذا بالطبع التواصل، وأيضا تركيب كاميرات مراقبة وقرميد للكنيسة مع مظلات راح تكون إن شاء الله قريبة جدا. الكنيسة هي لم تدشن، يعني هي الكنيسة ما في لها تدشين، ما صار لها أي تدشين، لأنه الكنيسة تدشن يتم عليها رسامة الكهنة بعد ذلك. الأواني المقدسة هي مقدسة ومكرسة ومدشنة. الأيقونات الموجودة في الكنيسة اللي هي مسيرة العذاب لحياة القديس جيورجوس من مراحل وضع في الجير إلى سارية المياه إلى بالطبع إلى وضع الحجر على صدره إلى آخر شيء قطع الرأس والأمور هاي كلها. اللي عندنا الأيقونة ينبوع الحياة بالطبع اللي هي في الهيكل، اللي عندنا كمان الأيقونات اللي هي تبين مدى تقديم الرب يسوع المسيح نفسه عندما قال لتلاميذه خذوا كل هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دمي، اللي هي الأيقونة اللي جاي بشكل دائري داخل الهيكل. وعندنا أيقونة اللي هي اللي عند المذبح اللي هي أيقونة الختن، حتى أنه هاي الذبيحة هو الختن الذي قدم نفسه من أجل مغفرة خطايا الإنسان، وهو أخذ خطايانا وعلقها معه عندما صلب على الصليب. سور جرش الأثرية القديم يمتد أيضا من تحت الكنيسة القديمة اللي هي كانت اللي بنيت الكنيسة القديمة في 1910، بنيت فوق السور الأثري القديم لمدينة جرش لامتداده، واللي هي استمرت بعد ذلك اللي هي بناء الكنيسة الحديثة ما فوق الكنيسة القديمة. فلاحظ أنت المنازل الموجودة في غرب الكنيسة هي بناء قديم جدا أثري جدا، وبنحاول إحنا يعني لو في إمكانيات مادية بنحاول أن نقوم بشراء هذا المنزل أو هؤلاء يعني المنزلين الموجودات لتوسعة ساحة الكنيسة، لأنه ما في عندنا مساحة، إحنا جايين على شارع رئيسي، لتوسعة مساحة الكنيسة ويكون في هناك نشاطات أكثر في داخل الكنيسة. الجرش عميقة والخدمة فيها كثير حلوة بتجنن، لسبب أنه الناس هناك بسطاء متواضعين عندهم الرغبة للتنشئة الروحية واستمرارية الصلوات في الكنيسة، واللي شاهدوه في خلال خدمتي استمرارية الصلوات يعني ما شاهدوه سابقا صراحة. هذا يعني ما بحكوها دائما، أنه دائما أنه إحنا بوجودك لمسنا الصلوات المستمرة في قداس يوم الجمعة الصبح وقداس يوم الأحد، بالإضافة إلى الأعياد السيدية، بالإضافة إلى الصوم الكبير، إلى أسبوع الألام كامل الصلوات معدة هناك وبنقيمها بشكل على أوقات الرسمية. الكنيسة إذا بدي أخذ مساحتها كاملة من داخل الهيكل للخارج هي عبارة عن يعني كلها 25 متر أو 20 متر، يعني العرض تبعها بحدود 10 متر أو 11، الارتفاع 7 متر من خلال القبة تبعتها مع القبة الداخلية. يعني بنيت زي ما حكيت يعني انه هاي الكنيسة الحديثة بنيت لانه صار في خلينا نحكي هجرة مسيحية من داخل مدينة جرش، فتوقع يعني قاموا في هذا البناء للعدد الموجود، ولكن انا لو كنت موجود بذاك الوقت لا بخليها كنيسة كبيرة، لانه لا نحكم على الايام اللي احنا بنصيرها الان، نحكم على الايام القادمة، لانه الغائب رح يرجع، لأنه ما زالت أملاك المسيحيين جميعاً اللي هاجروا إلى خارج الأردن وداخل الأردن ما زالت أملاكهم قائمة في مدينة جرش، فإذا هذا وظل في لهم رجوع، فيجب أن تكون الكنيسة أكبر من الحالية. لكن كل مناسبات الكنيسة لأبناء الرعية من بطارسة، من حداد، من عويس، من مشربش، من جبارة بتتم وين ما يكونوا إلا يرجعوا للأصل تبعهم في مدينة جرش. كل يوم
يوم الجمعة مدارس الأحد مع اجتماع للشبيبة. السيدات لهم كمان اجتماع يوم أحد. عندي كمان اجتماع عائلات لأبناء الرعية بيتم مرة في الشهر، كل آخر شهر بنجتمع كل يوم خميس الساعة 7 مساء، دراسة الكتاب المقدس والتفسير وبعض النبذات الروحية، وبكون في إنا مائدة محبة كمان. ثاني يوم الصبح بنعمل قداس إلهي على الساعة يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا. بالطبع أحب أوضح شغلة مهمة، إنه اللي نشأت مدارس الأحد اللي هم إحنا بحاجة إلها، يجب أن يكون في هناك دعم. إذا ما في دعم صح للأسف ما رح نقدر نستمر. يعني أنا لكل النشاطات اللي بقوم فيها داخل الكنيسة هي بجهود شخصية من أجل استمرارية وضعنا واستمرارية الشبيبة واستمرارية مدارس الأحد اللي هم نواة المستقبل للكنيسة في هاي المنطقة. نرفع صلواتنا إلى رب المجد أن يعطيكم دائما البركة والنعمة وأن يوفقكم في عملكم هذا، وأيضا إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وإلى حكومتنا الرشيدة على أن يبقى الأردن بلد الأمن والأمان، وأن نسير جميعا في محبة كما قال لنا الرب يسوع المسيح: أحبوا بعضكم بعضا. فهي المحبة اللي احنا ندور عليها ونعيش فيها ونستمر فيها. دير أرثوذكسي مميز في محافظة تاريخية مملوء بالروحانية والابتهال يجمع أبناءه من حوله. فاحفظ يا رب هذه البيعة من الآن وإلى دهر الدهور. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. استجابة لأحكام قانون الانتخابات في السلطة الفلسطينية، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يقضي بتخصيص 7 مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي المقبل. وكان الرئيس عباس قد أصدر في منتصف شهر كانون الثاني الماضي مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 من شهر أيار المقبل، والرئاسية بتاريخ 31 من شهر تموز للعام الجاري. ضمن برنامج تابع لمنظمة اليونسكو، يجري الآن في بلدة رحاب شمال الأردن استعادة رونق أرضية من الفسيفساء البيزنطية في كنيسة يوحنا المعمدان التي بنيت في القرن السابع الميلادي، والتي تضم أشكالا هندسية وأخرى تمثل نباتات ونهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى ترميم فسيفساء المجمع الكنسي الذي يضم أيضا كنيسة مبنية منذ عام 590 ميلادي. كما أنجز فريق العمل ذاته الشهر الماضي ترميم فسيفساء كنيسة القديسة مريم التي بنيت عام 543 ميلادي في ذات المنطقة. ويشار أن رحاب تضم 32 كنيسة أثرية، بينها كنيسة القديس جوارجيوس المبنية عام 230 ميلادي والتي تعد من أقدم كنائس العالم. يعتبر الملتقى الثقافي فنجان وكتاب في بلدة ساحور بفلسطين من الأماكن التراثية القديمة في المنطقة، حيث يعنى بنشر الوعي الثقافي في مجال التاريخ والتراث والفنون الأصيلة، ويسهم كذلك في خلق جيل ناضج ومثقف بمختلف فنون الأدب. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. هنا وفي مدينة بيت سحور وفي هذا المكان بالتحديد والذي يحمل الشارع اسم مار ميخائيل في البلدة القديمة التراثية، يتواجد المبنى التراثي القديم الملتقى الثقافي فنجان وكتاب، وهو ملتقى ثقافي منبثق من مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي في بيت سحور.
يضم عدداً من المتطوعين المختصين في هذا المجال، وبتعاون ودعم من بلدية بيت سحور. احنا في الملتقى هون بنحاول دائما نعطي دورات نوعيه، بنحاول نعطي دائما مساحه لجميع الاشخاص يجوا يحكوا ويعبروا عن ارائهم. هون دائما عندنا هاي المساحه المفتوحه. من الدورات اللي احنا بنقدمها عندنا هون في دورات مثلا كاراتيه، الرياضه للاطفال، في كمان دورات رسم، دورات روبوت، معظم الدورات بتكون هي للاطفال او للسن الاكبر شوي، وفي كمان عندنا نشاطات مختلفه ثانيه اللي هي بتكون اكثر للشباب ولكبار السن. من اهداف كمان فنجان وكتاب لهي السنه هي تشبيك مع مؤسسات وملتقيات ثقافيه مختلفه من انحاء الوطن عشان نعرف المتطوعين عن بعض واحنا نوصل لكل انحاء فلسطين. وهان في مكتبة فنجان وكتاب اكتسبت خبره كثير 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 كبيره، نمت شخصيتي، صار عندي كثير مسؤوليه، صار عندي روح للقياده، صار عندي كثير اشياء منيحه في حياتي. انا مني من هون من مكتبة فنجان وكتاب بنصح كل شباب البلد يجوا هون، رح نصير أحسن، رح نستفيد، رح نطور البلد. أنا بنصح الكل يجي لأنه رح نكون عيلة ورح نكبر فيهم وفي وجودهم. يعنى هذا الملتقى بنشر الوعي على القراءة من الكتب المتنوعة، وخصوصاً بعد التطور التكنولوجي في وقتنا الحاضر، حيث يحتوي على مكتبة كبيرة تضم كتباً مختلفة تأخذ القارئ إلى أماكن بعيدة، والذي يتم من خلالها التعرف على التاريخ والتراث والفنون الأصيلة. وأيضاً ومن ضمن فعاليات الملتقى إقامة ندوات ومحاضرات ومعارض مختلفة، وإعطاء دورات تعليمية بمبالغ رمزية، ودورات شطرنج وكاراتيه والدفاع عن النفس، والكثير من النشاطات المتنوعة التي تعود بالنفع والفائدة من هذا الصرح المميز. فنجان وكتاب موجود في هذا البيت القديم اللي هو دار ذكرت سابقا، بيت كتير حلو موجود في البلدة القديمة. احنا هون لما عملنا الأنشطة في ملتقى فنجان وكتاب وكأنه أعدنا الحياة لهذا البيت، إضافة لأعدنا الحياة للبلدة القديمة. فتم عمل نشاطات كتير حلوة في البلدة القديمة لإحياء البلدة القديمة والتراث فيها، ومن ضمنها كمان احنا بنعرف ان هون في البلدة القديمة قريب علينا في هون كنيسة مار ميخائيل، كنيسة كتير قديمة، قدرنا انه نعاود انه نصير تنفتح ويعني نعمل فيها كمان صلوات. وفي كنيسة بئر السيدة العذراء قريبة كتير من هون، كتير حلوة، بنشجع الكل يجي كمان ويزورها. بالإضافة لأنه هنا بسبب تحديات كورونا، ما كان بالنسبة لنا الكورونا كان عائق، بالعكس كان لنا تحدي، بالعكس زادت عنا الدورات، صار عنا الأطفال والنساء والكل يجي على دوراتنا مع الأخذ بعين الاعتبار الحيطة والحذر. إضافة لأنه كمان صار عنا على الزوم نعمل محاضرات، ويكون عنا محاضرين من خارج الوطن، بالإضافة أنه يكون عنا حضور لهذه المحاضرات من خارج الوطن. فحرصاً على استمرار الثقافة في مهد الحضارات، وبسبب شح مصادر المعرفة والعلم والثقافة، إلى أن هذا المنبر يخلق جيلاً ناضجاً مستنيراً ومتعطشاً لكل ما يغذي الروح والفكر والعقل، منبثقاً من سطور ما خطه الأدباء. فتنمية قدرات الأطفال والشباب تتطور وتنمو في ظل مساندة وإشراف طاقم مختص في كل المجالات. نشاطات كتير حلوة ثقافية اللي هي بتحكي زي المسرح إلك، اللي هو بيكون عندنا مرة بالأسبوع في محاضرة، ومن هون إحنا بنخلق طريقة للتفكير للشباب لما بيسمعوا أي محاضر بحكي، مش بالضرورة إنه يقتنعوا بكل حكي، ولكن بروحوا بدوروا على الحقيقة، وإحنا هون دورنا حتى نفعل هاي النشاطات. وفي عندنا كمان نشاطات اللي هي جد احكي لي عن أهلي بالتعاون مع مؤسسة وساطة، وهاي بتحكي عن الناس اللي راحوا زمان يعني في البلد وكان لهم دور كتير كتير قوي وأثر في هذا البلد. أنا بشكر كتير كتير نورسات على هاي اللفتة الحلوة وعلى زيارتهم إلنا، نتمنى يجوا أكتر ناس يجوا يزوروا هذا المكان، وإن شاء الله بوصل صوتنا لكل العالم من بيت سحور من عند حقل الرعاة. شكرا. للنورسات مارلين الحدوى من الملتقى الثقافي فنجان وكتاب بيت سحور. أجمل
الشبيبة بين الحضور والغياب كان مدار بحث في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج في استديوهات نورسات الأردن الأيكونومس بطرس جنحه كاهن رعية كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في عمان الذي أثرى الحلقة بحضوره، كما أطل كعادته الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرمامين بمشاركة غنية في البرنامج. فإلى هناك. ومن الملاحظ أنه ما أن يغادر طلابنا وطالباتنا مدارسنا المسيحية إلى الجامعة والحياة العملية حتى يتوقف معظمهم عن الممارسات وواجباتهم الدينية، فالكل يتساءل عن الأسباب. وبعد التفكير حول هذا الموضوع توصلت للأسباب التالية، لأربع أسباب التي قد نستفيد منها نحن المربين ونعمل على تفاديها. نعم. السبب الأول غياب المثل الصالح عند المربين، للأسف من كهنة، رهبان، راهبات، أهالي، معلمين ومعلمات، الذين كثيرا ما ينطبق عليهم قول السيد المسيح يقولون ولا يفعلون. المثل أفعل من الكلام في نفس الولد. لهذا السبب يقول المجمع الفاتيكان الثاني للأهل إن الأولاد إذا ما شق الوالدان لهم الطريق بالقدوة الصالحة يتفتحون بسهولة للعواطف الإنسانية ويجدون طريق الخلاص. إن الطلاب بحاجة أن يروا في المربين شهادة حياة، وأن ما يقدم لهم من تعليم هو معاش وقريب وممكن تحقيقه. إن المربي المسيحي هو شاهد المسيح في أعماله الصالحة قبل كلامه الصالح. إن المثل الصالح يعمل حيث لا يقوى الكلام على العمل، وهذا ما ينطبق على قول السيد المسيح لرسله ومن خلالهم إلى المربين. لضبئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ولهذا السبب نتعامل اليوم مع المسيحيين يتكلمون كثيرا عن الله أكثر مما يتكلمون مع الله، مع جيل يقول ولا يفعل. السبب الثاني، لقد أساء المربون جميعا عندما قدموا الديانة المسيحية كمجموعة واجبات يجب القيام بها تحت طائل الخطيئة المميتة أو العرضية، أو عندما قدموا الديانة كمجموعة من الطقوس الدينية تشبه الفولكلور الشعبي. وجيل اليوم يرفض الواجبات ولا يتقبل بسهولة الفولكلور الشعبي، وننسى بأن تعاملنا هو مع شخص السيد المسيح، وهو شخص حي حاضر معنا وبيننا وفينا. ديانتنا هي ليست مجموعة واجبات وطقوس دينية، بل هي ديانة شخص اسمه يسوع، أحبنا وعاش بيننا ومن أجلنا. وما اللقاءات الدينية إلا اكتشاف للمسيح الإله والإنسان. يقول السيد المسيح اثبتوا في محبتي. وما الديانة المسيحية إلا قبول الإنسان لهذه الصداقة والوفاء والإخلاص في هذه الصداقة إلى أبعد الحدود، على مثال السيد المسيح، المسيح المخلص في مخلص في صداقته حتى الموت، ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. السبب الثالث، إننا نتكلم مع الطالب عن مسيح التاريخ لتوصيل معلومات فقط عن حياة المسيح وتعاليم السيد المسيح، فيحفظها الطالب ويأخذ عليه علامة كاملة. ونكتفي بذلك كما هي الحال بالنسبة للشخصيات التاريخ مثل نابليون، صلاح الدين، الملك لويس الرابع عشر وغيرهم من شخصيات التاريخ. فالمسيح ليس إنسانا تاريخيا يطبع في الماضي، ولا كائن يعيش فوق طبقات الفضاء بعيدا جدا عنا، بل لا يزال من سكان الأرض إنما بطريقة غير منظورة، ولا هو صورة معلقة على الحائط لا بتحكي ولا بتشكي. المسيح ليس صورة في الصالون لا بهش ولا ينش. المسيح أقرب إلينا من أهل بيتنا، من صديقنا، ذلك الذي أنه ليس إنسان فقط محدود للمكان والزمان، بل هو أيضا إله لا يحده مكان أو زمان. ألم يقل وهو صادق في قوله سأكون معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر؟ ألم يقل إن أحبني أحد أبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا؟ ألم يقل أنا ذا واقف عند الباب وأقرع، فإذا سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي؟ نعم، المسيح هو كائن معنا، المسيح هو كائن فينا، ليس فقط بالقربان المقدس
بل أيضا بالنعمة. حلو. جميل. السبب الرابع، يجب أن لا نحول الديانة المسيحية فقط إلى شؤون اجتماعية، ولا علاقتنا بالمسيح علاقة حاجة، ولا كنيسة مكان للتذمر من الحياة والأشخاص، بل نتبع المسيح لأن المسيح والشخصية المسيح تملأ حياتنا، وبدونه لا نستطيع الحياة. هو الضروري الأوحد الذي عليه وحده يعتمد اعتمادا كليا، لا على خيرات الدنيا كما قال أحد الكتاب الروحيين: شربت وما رويت، ولما عرفت الله رويت دون الشرب. أن نعود الطالب أن يبحث لا عن العطايا بل عن المعطي، لا عن خيرات هذه الدنيا والنجاح فيها، بل وقبل كل شيء عن ملكوت الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. هي مشكلة قديمة جديدة. نعم. احنا جذب الشباب للكنيسة مش بسهولة طبعا، وبدناش كمان احنا نهمشهم، لانه احنا هذا ما بنشوف كمان. احنا اكبر عدد من الشباب في الكنيسة بتواجدوا في ساحات الكنائس، ما بدخلوا الكنائس. لازم يكون عندنا تساؤلات هذه على كل مخيلة كل راعي كل اسقف، بغض النظر يعني لماذا الشباب يهربون من سماع الكلمة أو الخدمة الإلهية من خلال الليتورجيا. تعرف الليتورجيا هي يعني جاي من كلمة لوتورغو باليونانية، إنه أضل أحكي أو أضل أخدم. ولكن هذه الليتورجيا بتحتوي كلمات جميلة جدا، تحوي محتوى العيد بغض النظر، أو هي عبارة عن قناعات إيمانية لكل إنسان. ولكن مرات إحنا بنشوف الشباب مش بتابعوش، يعني هاي الأجيال الجديدة أو الآن في العصر الحديث ما بحبوا الإيمان المتوارث، يعني مش إنه بده يرفضوا إيمانهم، ولكن بدهم طريقة جديدة عشان إحنا نجذبهم. بدهم مواضيع نبحث فيها من أول وجديد، مش إنه بنحطهم بس نعطيهم مواضيع مثلا عادية أو مواضيع تكون مثلا كمحاضرة، أو لازم هم يتفاعلوا معنا. يعني إحنا بدنا نشاركهم بالقراءة في الكنيسة، نشاركهم بالعمل الشبابي، بعمل مجموعات شبابية، هلأ طبعا بالتطور التكنولوجيا بيعمل جروبات على الواتس أب، على بأي طريقة أخرى، يعني إنه يتباحثوا هم بنات بعض شو بكون مطالبهم. إحنا بنعرف مطالب الشباب، الشباب بطل من زي زمان بده يأخذ المعلومة يعني سريعة جدا، بده تكون خلال دقيقتين أو ثلاثة. يعني انت كان انا ببعث لك مسج صغير بتتغلبي، كيف لما احنا بنعطي الشباب موضوع الزخم وفي زبده يعني من حديثنا لمده ساعه او ثلاث ارباع ساعه، بغض النظر لازم احنا نعطيهم المعلومه الصغيره جدا وتوفي بحاجاتهم. لانه احنا كل انسان هلا الوقت بيلعب دور. انا بقدر اجذب الشباب انه اكون اخذهم لجنبي، مش كمان ان كمان كان الراعي الصالح بقدر ينتقي الشباب اللي كمان يستطيعوا في المستقبل يكونوا خدام الكنائس. نعم. مش بس هيك كمان بشوف المجد. كل واحد عنده، بيقول بولس الرسول برسالته إلى أهل أفسس: لكل منا أعطيت النعمة على حساب قياس موهبة المسيح. أنا بلاقي الإنسان هذا عنده إلمام بشيء معين، بنمي هاي الموهبة معه، برشده، بعطيه الإرشاد الروحي المناسب. ومش كل إنسان كمان بنفع يكون مثلا خادم للكنيسة، بجوز يكون هو يكون مثلا من العمل الشبابي، يكون عنده يعطي محاضرات، يعطي تساؤلات هي على أفواه كل شاب وشاب في الوقت الحديث. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ زمن التهيئة بأحد الفريس والعشار. وزير الداخلية: إجراءات مشددة بحق مخالفي الحفلات وبيوت العزاء. الملتقى الثقافي فنجان وكتاب له دور فاعل في صقل شباب ساحور بفلسطين. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.